انطلاقا من مبدأ لا أحد فوق القانون، فقد نجحت السلطات الأمنية بولاية تبسي من إلقاء القبض على أحد الأشخاص الأربعة الذين اتهموا بارتكاب عمليات تعذيب شنيعة في حق أحد المواطنين، إذ تم نشر صور التعذيب في شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مما أثار غضب وسخط الرأي العام الوطني والدولي. أما قائد الدرك الوطني رقم واحد بولاية تبسي العقيد حسين إبراهيم صرح بأنهم منذ نشر الخبر قاموا بإجراء تحقيقات أمنية مكثفة في منطقة كوريبوغدي، وتمكنوا من إلقاء القبض على الضحية وواحد من المتهمين الأربعة الذين قاموا بعمليات التعذيب، وعلى إثرها نجح أفراد الدرك الوطني من إلقاء القبض على أحد المتهمين ولاذ الثلاثة بالفرار. وبدوره والي ولاية تبستي محمد توشيشيدي شكر قوات الأمن في ولاية تبستي في نجاحهم في إلقاء القبض على كل من يرتكب مخالفات قانونية، مؤكدا بأن الخارجين للقانون سيتم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. كما أضاف الوالي بأنه أعطى تعليمات صارمة لأفراد الأمن لمواصلة تحقيقاتهم للقبض على الثلاثة الفارين من القانون.